سألت عليك دلوني قالوا لي إنك قريب، بلحظة غمضت عيوني لقيتك يا أغلى حبيب. سألت عليك دلوني قالوا لي إنك قريب، بلحظة غمضت عيوني لقيتك يا أغلى حبيب. يا يسوع شو حلو أنت يا ربي، يا يسوع غيرت بلمحة قلبي. مبسوط طبعا مبسوط، عجهنم لا مش رح فوت. مبسوط طبعا مبسوط، عالسما مأكد رح فوت. حررني الرب وفداني، مات عني أنا مدنوت. بتندم عالايام اللي قضيتها بعيد عنك، عشت بخداع واوهام ضايع هربان منك. عم بتندم عالايام اللي قضيتها بعيد عنك، عشت بخداع واوهام ضايع هربان منك. يا يسوع شو حلو انت يا ربي، يا يسوع غيرت بلمحة قلبي. مبسوط طبعا مبسوط، عجهنم لا مش رح فوت. مبسوط طبعا مبسوط، عالسما مأكد رح فوت. حررني الرب وفداني، مات عني أنا مدنوت. خلاص يا خاطي لا تضل بعيد، سلموا قلبك بإخلاص وبتصبح إنسان جديد. بغيره ما في خلاص يا خاطي لا تضل بعيد، سلموا قلبك بإخلاص وبتصبح إنسان جديد. شو حلو أنت يا ربي، يا يسوع غيرت بلمحة قلبي. مبسوط طبعا مبسوط، عجهنم لا مش رح فوت. مبسوط طبعا مبسوط، عالسما مأكد رح فوت. حررني الرب وفداني، مات عني أنا مبنوت. مات عني أنا مبنوت. شكرا للمرنم نيال الحاج على طبعا على هيدا الأداء. شكرا مشاهدينا، طبعا معنا بالمحور الثالث من برنامجنا المرنم دانيال الحاج يلي استهل محورنا الثالث بترنيمة مبسوط. قديش نحن مبسوطين لما بنكون عم نعيش خبرتنا مع المسيح، قديش نحن متعطش للقياه، وقديش نحن متعذب لما بنكون بعاد كل البعد عنه. اليوم كمان رح يسمعنا ترانيم متنوعه ضمن سياق هذا المحور الثالث، وايضا رح نشوف نحن كيف لازم نعيش خبرتنا مع المسيح، وكيف لازم تبدي هيدي الخبرة منذ بزوغ الفجر، أي أنه من وقتها ما مفيق الصباح لحين ما منختم من نهارنا. منرحب فيك أستاذ دانيال مجددا، شكرا على هالأداء يلي اليوم أتحفتنا بمستهل محورنا الثالث. خبرنا اليوم نحن مفيق بكير الصباح، منصلى بإيدنا عوجنا، منقوله يا رب كن معنا خلال هالنهار، ولكن هيدا لا يكفي لحتى نقول أنه المسيح هو معنا والرب معنا. كيف لازم نعيش هيدا النهار فعلا، وكيف لازم هو يكون معنا؟ أول شيء شكراً على استضافتكم لألي في الصباح، وإن شاء الله تكون الحلقة مثمرة ومفيدة لكل شخص عم يسمعنا أو بيحضرنا عبر شاشتكم الكريمة. أول شيء العلاقة مع الحبيب القلب يسوع المسيح، يلي هو أكتر شخص نحن مديونين لإله، وأكتر شخص مفضل علينا ومحسن لإلنا من خلال عمله اللي من خلاله أعطانا حياة جديدة بشخصه الكريم المبارك. بالحقيقة أهم شغلة بنعملها وقت النوع الصبح أنه نقدم، نكون في عنا ناخد القوة وناخد الطاقة من شخص الرب يسوع اللي هو غني، واللي هو بيفرح كمان أنه بيعطينا القوة اللي من خلالها نقدر نطلع على المجتمع، نطلع بين الناس، نكون في عنا قوة، في عنا نشاط، في عنا طاقة، ويكون في عنا يعني كمان
تعزي للناس التعبانه، يكون في عندنا راحه قد نقدر نامن الراحه للناس اللي عم بتعيش بقلق وباضطراب، يكون نعطيهم يعني نخبرهم عن سلام المسيح. بقى هالعلاقه الحلوه اللي بتبلش من الصبح نحن بنسميها الخلوه الصباحيه. الرب بحب يكون كل شيء له بالاول، يعني بقول ان من احب ابا او اما او اخا او اختا اكثر مني فلا يستحقني، مش معناته نحن ما نحب اهلنا يعني واخوتنا وهيك، بس يعني الام اللي هي مصدر الحنان ومصدر العاطفه ومصدر الحب قد ايه محبتها لنا كبيره، بعد محبه الرب يسوع لنا اكثر بما لا يقاس. اذا نحن عم نفتش على عم نحكي عن خي عم نشوفه بعيوننا واللي من خلاله نحن بناخذ السند وبناخذ الدعم بالحياه، بنلاقي انه الرب يسوع هو الدعم، هو السند الحقيقي والسند الاساسي والسند الوحيد يلي بكل ظروف الحياه بنقدر نتكل عليه. وإذا عم نفتش على صديق، الأهم صديق بحياتنا هو الرب يسوع اللي بيرافقنا كل يوم بأيام حياتنا، وكل مع كل صباح في رحمة جديدة لنا. نعم. فهالخلوة هيدي أو هالقعدة الصبح مع الرب، أول شيء شو بنعمل؟ بنفوت بنسكر بابنا مثل ما هو قال، بنمسك الإنجيل بنقرأ فيه، وبنقرأ بروح الصلاة وروح الإيمان، ويكون عندنا إيمان إنه الرب يسوع حاضر معنا بهالمكان هيدا. فمن خلال القراءة أنا بسمع صوت الرب لإلي، ومن خلال صلاتي الرب بيسمع صوتي. بهالملحمة والعلاقة الحميمية بينه وبين الرب الصبح هي بتزودني بكتير أشياء. أول شيء هي بتكون الغذاء بالنسبة لأنا فيما خصني أنا، بتكون هي الغذاء اللي أنا من خلاله بنمى بعلاقتي مع الرب، وبنمى بحياة الإيمان اللي من خلالها بقدر بساعد الناس، أو بقدر مثلا وصل للناس محبة الرب وحنانه للناس اللي بعد ما عنده علاقه مباشره معه. شغله تاني هو بالخلوه الصباحيه باخذ اول شيء بكون ملح وبكون نور، بس هيدا الملح والنور بكون للناس اللي برا مثل ما بنحكي، لانه بالعالم مليان بالفساد، ومين غير الملح اللي هو رب حكينا عنه كمان بيقدر هو يمنع الفساد ضمن المحيط الضيق اللي انا فيه، يعني مش رح يعني اوصل لكل العالم يعني، بس الرب يطلب مني بدائرتي ضمن محيطي. نعم. انه انا اكون ملح لحتى اقدر امنع الفساد، وايضا كمان انه اكون انا نور، لانه الرب هو نور العالم وقد كان هو على الارض، بس لما الرب هلا هو موجود بالسماء وموجود بيناتنا نحن كمؤمنين، نحن النور اللي بنعكس نوره الحقيقي على الناس اللي حوالينا. وفي شغله كثير مهمه بعد، وهيدي كثير كثير مهمه، انه نحن يعني إذا معقول يكون مثلا جندي رايح على الحرب بدون ما ياخذ سلاح معه، نحن بمجرد ما وعينا الصبح فتحنا باب بيتنا وظهرنا نحن دخلنا على ساحة حرب، لأنه إبليس رئيس هذا العالم بيسعى لحتى يبعد كل الناس عن الرب يسوع. فمشان هيك أنا كمؤمن وأنا كشخص تابع للمسيح مفروض كون حامل سلاحي لحتى من خلاله أقدر واجه عدو النفوس اللي هو إبليس، يعني وفشل مخططاته بانه يمنع الكلمه انه توصل لاكبر عدد من الناس. نعم. فالاربع اشياء هودي كثير مهمين، وبناخذهم هودي من خلال الخلوه الصباحيه اللي بنقضيها نحن مع الرب يسوع. رح نسمع منك ترنيمه كمان ثانيه من وحي المنظار الروحي يلي اليوم عم تحدثنا عنه، وكيف علاقتنا مع المسيح. شو بدك تسمعنا هلا استاذ دانيال؟ بدي نرنم ترنيمه تقول صوته الحلو ناداني. حلو، صوت المسيح. صوت المسيح. صوته الحلو أتاني وبحنان حبه نداني، صوته الحلو أتاني وبحنان حبه نداني، من ترى حبه عجيب حبه عجيب، إلا شخص ذا الحبيب ذا الحبيب، من ترى حبه عجيب حبه عجيب، إلا شخص ذا الحبيب ذا الحبيب. ينبغي أنك تزيد أنك تزيد، فأمرا ماذا تريد ماذا تريد يا يسوع يا حبيبي حبك عجيب. يا
يا حبيب حبك عجيب في الحياة هو رفيقي في المسير صار طريقي في الحياة هو رفيقي في المسير صار طريقي من سواه من سواه صار طريقي ويداي في يداه وصديقي من سواه من سواه صار صديقي ويداي في يداه ينبغي أنك تزيد أنك تزيد فأمورا ماذا تريد ماذا تريد يا يسوع يا حبيب حبك عجيب يا حبيب حبك عجيب ربي لي فرح وعزاء من كل داء لي دواء رب لي فرح وعزاء من كل داء لي دواء كل عمري فيك طاب ويطيب يا يسوع أنت النصيب أعظم نصيب كل عمري فيك طاب ويطيب يا يسوع أنت النصيب أعظم نصيب ينبغي أنك تزيد أنك تزيد فأمورا ماذا تريد ماذا تريد يا يسوع يا حبيب حبك عجيب يا حبيب حبك عجيب طبعا حب المسيح يعني هو حب عجيب لأنه ما بيشبه ولا عجيبة بالحياة صحيح. ودائما لما كنت عم تقول بالترنيمة أنه صوته بنادينا فعلا هو صوته دائما معنا وقال لك كيف نقدر ننتصر على أحزاننا على ألامنا على أوجاعنا ما بعرف الناس يلي ما بحسوا بصوت المسيح أنه دايما عم بيناديهم دايما عم بيكون معهم شو لازم يعملوا تيحسوا بهيدا الشعور ونحن كيف لازم نساعدهم يعني مثل ما حكينا قبل شوي أنه نحن بالحقيقة يعني وهيدي الشغلة يمكن بتغيب عن بال كتير ناس أنه نحن بحرب نحن بحرب حتى بأفسس برسالة أفسس 6 بيقول إنه نحن مش بحرب من بعيد لبعيد نعم. يعني ممكن الحرب واحد عم بيقوس ببندقية أو عم بيقوس بمدافع بس حربنا نحن مع إبليس هي مصارعة يعني مصارعة نحن مثل كأنه يعني بنفس الحلبة موجودين عم نصارع بعضنا مصارعة فمشان هيك إبليس دائما بيسعى إنه يبعد الناس عن المسيح والرب يسوع من قلبه المليان بالحب والرحمة والحنان يلي يعني ما يعني ما استصعب او ما يعني رفض انه يجي يتنازل من السماء هو يعني الاله العظيم يتنازل ولبس جسد انسان شبهنا بكل شيء ما عدا الخطيه لحتى شو لحتى يخلصنا من قبضه ابليس يحررنا منه ويعطينا قيمه ويعطينا مقام ويعطينا مركز ويرفعنا ويمتعنا بحياه جديده حياه ابديه معه فمشان هيك الرب يسوع ما في انسان الا ما هو موضوع محبة الرب يعني الرب يسوع بحب كل شخص بمفرده بيعرفه باسمه بيعرفه بمشاعره بيعرف شو عم بيفكر بيعرف قلبه وبيعرف انه هو تحت قبضة ابليس عشان هيك يعني بيعطيه اكتر من مرة بناديه مش بناديه يعني معناته انه بيحكيه بعيط له مثلا بقول له يا فلان بصوته بس ربنا بيكلمنا بطرق مختلفة يعني ممكن قاعدين بحد بقعدة شخص معين بيحكيني كلمة يمكن هالدعوة من الرب من خلال الشخص اللي عم يحكيني ممكن من حدث معين ربنا يوضعنا فيه يمكن بمرض يمكن بحادث ما بعرف يعني ظروف كتيرة الرب يكلمنا من خلالها لحتى ننتبه ونفتح عيوننا انه هو عم بينادينا
ومرات كتير امور بتصير معنا احنا متفكره انه هيدي سيئه، بس بالعكس من خلالها نحن بنحول مسيرنا من اتجاه الغلط للاتجاه الصحيح من خلالها نتقابل مع الرب يسوع. في ناس كمان عندهم امراض نفسيه، يعني بغض النظر عن الامراض اللي يعني نحن نشهدها دائما بمجتمعنا، امراض النفسيه نتيجه الغيره، الحقد، الكراهيه، كمان ما بعرف قديش هدول الاشخاص يعني من ميلي بيحكوا بكلمات الرب، ومن ميلي هن شخصيتهم تختلف عن هالكلام يلي بيزعموا فيه. هدول كيف فينا نقدر كمان نساعدهم تيكون عندهم الشخصيه الوحده المستقله، مش انه اكثر من شخصيه واكثر من موقف واكثر من راي؟ هو الانسان بمجرد الانسان حيالله انسان طبيعي، انسان بحب يعيش لذاته، بحب يعظم ذاته، بحب انه هو يكون يعني المحور الناس اللي حواليه، مصدر اهتمام الناس، مصدر اهتمام الناس. فالحياه المسيحيه بعكس الشيء، الحياه المسيحيه بده الانسان يكون متواضع، بده يكون خاضع لكلمه الرب ولوصاياه، لكلمته بده يعيش فيها. بس الناس اللي عم تحكي عنهم هودي انت خطرين، انت عم تحكي انه بيحكوا شيء يعني بيكون كلامهم حلو، بس انه كتار بمجتمعنا اليوم. صحيح، بس هيدي يعني كتير، هيدي قافة كتير صعبة. وهود الأشخاص بالذات اللي هن عندهم كلام منمنم وحلو والناس تنبسط فيهم، لكن من بقلوبهم مخبى شيء تاني. يعني هود الأشخاص بعد شوي هن بيصدقوا حالهم، بيصدقوا شو بيحكوا، وبينسوا شو هن بالحقيقة. نعم. مشان هيك هودي ناس بده ما في غير نعمة ربنا بتعمل معهم، بدهم صلاة 100%. نعم، ما في غير نعمة ربنا بتغيرهم، لأنه هودي بالفعل هودي يعني مثل كان وقت كان الرب يسوع على الأرض، وقت كان يحكي مع الفريسيين ويحكي مع اللي هن معتبرين حالهم أنه هن يعني كتير مناح وكتير هن يعني واجهة المجتمع وواجهة الديانة اليهودية بالقبل. بس الرب يسوع شو قال عنهم؟ قالوا أنتوا يعني مثل بتحكوا شيء يعني مثل قلوبهم قبور مبيضة وهيك شيء، يعني كتير نعطوا بكلمات قاسية لحتى يفرجيهم هن قديش ضخامة الحال اللي هن فيها. للأسف هذا هو مجتمعنا يلي وصلنا له نتيجة العالم الإعلامي المعولم يلي التكنولوجيا هي اجتاحته. سيد دانيال بدنا نسمع منك ترنيمة ثالثة أكيد وأخيرة قبل ما يدهمنا الوقت حتى نتوج فيها اليوم برنامجنا نور جديد. طيب الترنيمة الأخيرة حتى نكون نحن كمان يعني باكلين هيدي، الترنيمة بتقول فرصة تتعرف عليه. يعني الاشخاص اللي عم يسمعونا هلا كيف لازم يتعرفوا على المسيح؟ انه فرصه تتعرف على الرب، يعني مثلا مثل ما كنت حضرتك عم تحكي قبل شوي انه مرات الرب بيحكي بيدعينا من خلال كذا شغله. بقى هلا الدعوه من خلال الترنيمه انه فرصه تتعرف على الرب. انا بحس بالترنيم ننشد الصلاه، اكيد بحس انه الترنيم هو كانه صلاه ولكن بطريقه معبره. صحيح يا رب. فرصة تتعرف عليه، رب مادد لك ايديه، فرصة تتعرف عليه، رب مادد لك ايديه، اقبله وادعي لبيتك، احتمي واتخبى فيه، اقبله وادعي لبيتك، احتمي واتخبى فيه، اكسر الحاجز ودور على اللي بيدور عليك، بيناديك باسمك تصور، ايوه عارفك مش نسيك، بيناديك باسمك تصور، ايوه عارفك مش نسيك. فرصة تتعرف عليه، رب مادد لك ايديه، اقبله وادعي لبيتك، احتمي واتخبى فيه، اقبله وادعي لبيتك، احتمي واتخبى فيه، شل صليب الذل حتى اتصلب ومات عليه، عشان يفدينا انا وانت، لاننا غاليين عليه، عشان يفدينا انا وانت، لاننا غاليين عليه. فرصة تتعرف عليه،
رب مادد لك ايديه اقبله وادعي لبيتك احتمي واتخبى فيه اقبله وادعي لبيتك احتمي واتخبى فيه اترك العالم وماله كل غالي بين ايديك خد نصيبك من حبيبك اللي قدم نفسه ليك خد نصيبك من حبيبك اللي قدم نفسه ليك فرصة تتعرف عليه رب مادد لك ايديه اقبله وادعي لبيتك احتمي واتخبى فيه اقبله وادعي لبيتك احتمي واتخبى فيه. شكرا لك استاذ دانيال للحج اليوم على هالاداء المميز اللي تعودنا دائما نسمعه عبر برنامجنا نور جديد. شكرا على هالكلام المعزي اللي اليوم طبعا تكلمت فيه عبر برنامجنا. قديش نحن بحاجة نبدي صباحنا مع المسيح، نسمع صوته عم نناديه وينادينا لحتى نمشي على الطريق يلي هو أراده لنا. شكرا على حضورك معنا. مشاهدينا وصلنا نحن بيكون لختام برنامجنا نور جديد. طبعا بدنا نشكركم دايما على حسن متابعتكم. بدنا نشكر ضيوفنا يلي رافقونا اليوم، الأستاذ المرنم دانيال الحاج وأيضا الأستاذ جورج أبي خليل رئيس مركز الثقافي دون بوسكو بالكحالي. وأيضا بدنا نشكر ضيفنا الأستاذ إبراهيم شفيق يلي أتى من مصر طبعا خصيصا وشاركنا ببرنامجنا نور جديد عبر فضائية نور الشرق. بدي أشكر زميلي المخرج ميشا الحرب على تنسيقه هيدا البرنامج بشكل أسبوعي. وأيضا فيكم تتابعوا مشاهدينا إعادة بس هذا البرنامج الليلة الساعة 12 وأيضا عبر اليوتيوب الخاص بفضائية نور الشرق وعبر الموقع الإلكتروني www.norsat.tv. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.